فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما معنى حديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع؟ نعم، مطل الغني يعني مماطلته بالداين، وأنه يعيده ثم يخلف وعده ثم يؤخر ثم يؤخر على صاحب الحق، هذا مماطلة. الواجب عليه أن صاحب الحق إذا طلب حقه أن يدفعه إليه من غير تأخير، إلا إن كان معسرا. الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الملي، الملي مطله ظلم، ظلم لمن؟ للداين، فعليه أن يدفع الدين عند حلول الأجل وعند مقدرته على التسديد، ولا يماطل، ولا يماطل به، لأن هذا ظلم يحل عرضه بأن يشتكيه صاحب الحق ويقول مطلني حقي وأكل حقي أو ما أشبه ذلك، يحل عرضه وعقوبته والحبس، يحبسه ولي الأمر عقوبة له، يحل عرضه وعقوبته. نعم.